من كان تاركا لشيء من الفرائض ماذا يجب تجاهه؟ يجب على من رأى تارك شيء، هون رأى تستعمل أيضا لمن علم بوجود المنكر ليس لمن رآه فقط. العرب يطلقون الرؤية ويريدون بها شو العلم في بعض الأحوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، أي من علم منكم بوجود المنكر. يجب على من رأى تارك شيء مما افترض الله أو يأتي به على غير وجهه أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصح به، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه، وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. هذا بما أنه يعني بفترة قريبة بالصفوف قرأناهم، مشان هيك يعني ما عم نعلق كثير عليهم، كلهم هدول مرقوا بالتفصيل بالصف، يعني المعاني والشروح بيان. تكلم عن اجتناب المحرمات. يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن، حطوا له همزة من الأعلى، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه إن عجز عن القهر والأمر. ويشترط في النهي عن الحرام ألا يؤدي إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي من علم منكم بوجود المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وليس معنى ذلك أن إيمانه ضعيف، إنما معنى ذلك أن هذا أقل ما يلزم الإنسان عند العجز، أضعف الإيمان، ليس معناه أن هذا المسلم إيمانه ضعيف، لا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد هنا كناية عن القهر، فإن قدر على قهر هذا الذي يأتي المنكر فيجب عليه أن يقهره على تركه. فليغيره بيده معناه غالبا يكون القهر باليد، ولا يريد النبي عليه السلام حصر هذا الأمر باليد، فإنه قد ينكر المنكر برجله، قد يريق الخمر برجله. لما قال فإن لم يستطع، أي إن عجز عن هذا فبلسانه، هنا المراد الأمر، النصيحة باللسان، يبين له، ينصحه بترك الحرام، كأن يخوفه من عذاب الله، وأن يزجره بلسانه. فإن عجز فبقلبه، أي يقول في قلبه: إني أكره هذا المنكر، فبقلبه، أي يكره المنكر بقلبه. ومعنى قوله وذلك أضعف الإيمان ليس معناه أن هذا الإنسان إيمانه ضعيف، لا، إنما معناه هذا أقل شيء يستطيع عليه هذا الإنسان، فهو بالنسبة له قام بما فرض الله عليه من أمر الواجب، وهو أنه أنكر هذا المنكر بعد عجزه عن القهر والأمر بقلبه، لكن المنكر لا يزال موجودا، لم يغير، بقي، فهو أقل العمل ثمرة. أما لو تمكن من أحد الأمرين الأولين فيكون أدى الواجب عليه ويكون أزال هذا المنكر، فهذا أعظم ثمرة. قد الولي أحيانا يعجز عن إنكار منكر معين بيده أو بلسانه فينكر بقلبه، ليس معنى هذا أن هذا الولي إيمانه ضعيف، لا،
إنما معناه أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. ما هو الحرام وما هو الواجب؟ الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه، وهو ما في ارتكابه عقاب وفي تركه ثواب، وعكسه الواجب. الواجب ما في أدائه امتثالا لله ثواب، وفي تركه عقاب، عكس الحرام. السنة أو المندوب يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أما السنة ما في أدائها ثواب وفي تركها عدم عقاب. المكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. وأما المكروه ما في فعله عدم عذاب، ما في تعذيب على فعل المكروه، ما في عذاب. وأما في تركه امتثالا له به ثواب. المباح هو ما استوى فعله وتركه، ما كان فعله وتركه سواء، عمله أو ما عمله واحد. أعطي بعض الأمثلة عن اعتقادات كفرية. من دان بدين غير الإسلام أو لم يصدق بآية في القرآن أو لم يؤمن بنبي من الأنبياء المعلوم من الدين بالضرورة نبوته. شو يعني بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة؟ أن يشترك في معرفته العالم والجاهل، أو اعتقد حل أمر حرمته معلومة من الدين بالضرورة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن محرم الحلال كمستحل الحرام. رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو اعتقد حرمة أمر حله معلوم من الدين بالضرورة، أو شبه الله بالمخلوقين كأن اعتقد المكان أو الجهة في الله، كفر كفرا اعتقاديا. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ذكره أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق، وقال أيضا: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. أعطي بعض الأمثلة عن أفعال كفرية. الذي يرمي المصحف في القاذورات، أو يسجد لصنم أو لشمس، أو يفعل أي فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، فهو كافر كفرا فعليا. زيادة على هالأمثلة: السجود لإبليس هذا كفر، لا يسأل عن قصده الذي سجد له. كذلك الذي يدوس على المصحف، وكالذي يرمي ورقة عليها اسم الله بقاذورة لأنه فيه استخفافا بالدين. معنى مستخفا أي لا يرى في ذلك حرمة، لا يرى في ذلك معصية. قصة بشر الحافي وهو أحد الصالحين الزهاد، كان مرة يمشي فوجد قطعة جلد عليها اسم الله في مكان مستقذر، فرفعها وأزال القذر عنها، واشترى بنصف ما يملك طيبا فطيبها ورفعها في مكان محترم، ثم نام. فسمع هاتفا في المنام يقول له: يا بشر، لقد طيب الله اسمك في السماء كما طيبت اسمه في الأرض. سمي بشر الحافي بذلك لأنه ذهب إلى إسكافي
الذي يعمل بالأحذية، يصلح ويصنع الأحذية، سموه كندرجي بالعامية، فطلب منه أن يصنع له حذاء، فقال له: أنتم الفقراء تنقلون على الأغنياء. فحلف أن لا يلبس حذاء. ما عجبوا الكندرجي، شافوا فقير، قال له: جاي تحط راسك براس الأغنياء؟ أنه هني بأيام بيلبسوا أحذية. شافوا فقير، قال له: جاي تعمل حالك مثل الأغنياء؟ من يومتها ما عاد لبس حذاء. قال العلماء: من رفع ورقة عليها اسم الله من مكان مستقذر قد يغفر الله له من كبائر الذنوب. أعطي بعض الأمثلة عن أقوال كفرية: الذي يشتم الله أو الرسول أو الدين الإسلامي أو الكعبة أو يستخف بالجنة، كقول بعضهم: الجنة خشخاشة الصبيان، أو بوعيد الله كقول بعضهم: غدا نتدفأ بجهنم، أي بعذاب جهنم، يقول عنها شيء هين شيء خفيف، هذا الذي يكفر، مش الذي يصب جهنم يكفر. سب جهنم ليس كفرا، أما سب الجنة كفر، سب النار ليس كفر، لعن جهنم ليس كفر، أما الاستخفاف بعذاب جهنم هذا الذي يكون كفرا، كأن يقول: عذابها شيء هين شيء أليم، بكرة نروح من الدفة فيها، بكرة من روح من الطبق فيها نتعالج، أو هي مستشفى الكفار بفوتوا بيتعالجوا فيها بس علاج، هذا استخفافهم بعذاب الله هذا الذي يكفر. أما شتم جهنم فإنه كفر، جائز أن تشتم النار، أنك تقول عنها مثلا خبيثة، جهنم ملعونة، جائز. الله قال عنها: وساءت مصيرا، يعني سيئة جهنم. إذا واحد قال عن الثاني أنت خبيث، بيكون عم يسبه ولا عم يمدحه؟ فقولك عن النار خبيثة سب لها، جائز هذا. فبهنا هيك قال الشيخ. قال: أو وعيد الله الذي لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه، أو يستهزئ بالصلاة كقول بعضهم: الصلاة موضة قديمة، أو بالحج فهو كافر كفرا قوليا. والقاعدة أن كل عقد أي اعتقاد في القلب أو فعل أي بالجوارح كاليدين والرجل والبدن أو قول أي باللسان فيه استخفاف بالله أو ملائكته أو أنبيائه أو وعده، أي ما وعد الله به المؤمنين وهو الجنة، أو وعيده أي وعيد الله الكافرين جهنم، أو شعائر دينه فهو كفر كالطواف والأذان كالمسجد كصلاة العيدين عيد الفطر عيد الأضحى، من استخف بشعائر الإسلام هذا يكفر. فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. اذكر قول عالم من العلماء المعتبرين بيّن أن الردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال. ذكر ذلك النووي في المنهاج وغيره كروضة الطالبين. قال في المنهاج: الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. انتهى. لذلك يكون تم كتاب العقيدة.